تشاهدون في الحلقة القادمة من برنامج رنا حكمناك ضيف صنع ضجة كبيرة، واللي هو عمر غريبة منسق فرع الملوذية العاصمية سابقا. نجح راني كملت فيناليست وخرجت مزيان. وكيفاش خرجت؟ ما خرجت. خرجت محبط راسك عمر. لما نحبط راسك. خرجت محبط راسك عمر. كيما رايحين تكتشفوا شكون هو الحاج كوكوا. كان يبيع كوكوا قرعامة كيما حبيت تسميه، ما يمنيش المهم الحاج هذاك. لا انت اللي سميته كوكاو. اللي نسميه كيما حبيت نسميه كوكاو قرعامة. كان يبيع كوكاو. كابريس كيما حبيت. بيسور ديرني شغل امير عبد القادر يبني لي حاجه في صحته هذا انا يبني لي. مزيد من المفاجآت والتصريحات انا رياض. نعم شحال من خطره؟ خطره واحده سقسيتني على الوالي قلت لي دار انجازات. قلت لك راه حبيت ندي التمره وجوز على الوطور وتديها قبل المغرب. مشي معاك شي حليب. الزطلة قال لي هنا هذيك وسكنت ساكنه عنده. شغل هو كان شريكي. تما كنت بها؟ لا قلت شغل هو كان شريكي تما يهضر الكلام كيما هذا. رانا نحكي